الله عثمان. شوف يدينا، حتى امبارح هذا الولد عم الشاحن حول اللي دعش قال لي يابا ايدي صارت زرقاء من الثوم. قلت له كفي، بدنا ناكل خبز زرقاء ولا حمراء، بدنا نعيش. ما فيك تحطي راسك وتنامي. أنا ما بأمن على عرضي، على أولادي، ما بأمن على حدا، كيف بدي أروح أعيش هنيك؟ إذا هني ما يعني مو معتبرين إني بشر، كيف بدي أروح أعيش عند ناس ما تعتبرني إني إنسان أنا؟ إبراهيم عبد الله. كربو. تجون بعد بكرة ويشوفون وضع البطاطا شلون؟ شي. لا تبوسني يا بنتي، لا. قشر يا ابني قشر. أنا صار لي اليوم يعني سنتين وشوي ما طلعت من بيتي، خايف من الحواجز، إنه يمسكني حاجز أو ياخذني أو يشفرني ويظلوني أولادي ورايا. أنا بفضل أموت يعني إذا حدا يجيني هون وبده ياخذ أولادي، أفضل إني أموت قدام أولادي ويشوفوني إني متت خالص، ولا أفضل إني أخليهم ورايا. ساعات بحاول اني انسى هالوضع، انسى انه اولادي مرضانين، ايام بنسى، بس لما بشوفهم هيك قدامي هلا ايام بيناموا بالليل بفيقهم، انه بخاف لا سمح الله بيكون واحد وقف قلبه فجأة وما اكون اني نايمة وناسي، يعني عايشين ضغط نفسي، عايشين ضغط مادي. على سوريا صعب اني ارجع، جوزي مطلوب احتياط، يعني اذا بدي اروح على سوريا جوزي بيروح، مين بدي عايش الاولاد هدول؟ ما الي حدا انا بسوريا، ببقى هون اولادي عم بيموتوا قدام عيني. يعني ما بعرف شو بدي اعمل، والله حياة صعبة. حمودة علي يلا يلا حبيبتي يلا، انت صغار بس قوية. الحمد لله رب العالمين، اعترض على حكم الله، هذا نصيبي، شو بدي اعمل؟ شو بدي اعمل؟ تعال يلا حمودة. اي كشار بدي اعملها ب$40 للطفل الواحد؟ إذا بقوا هيك على هالحالة ما لهم مستقبل صراحة، ما لهم مستقبل. يعني عم بقول لك إذا حق الدواء ما فيني بعطيه، يعني أي مستقبل هذا بدي أمنه؟ أنا صراحة أنا بقول يا رب بنام اليوم في بكرة يا رب، يعني لا سمح الله هيك، يعني هذا الواقع بدي أحكي. للكبير الصغير يمكن لسه بعد ما ركبنا للجهاز، بس مطر عليها الكبير قالوا اني صعب على سوريا، يعني انا بدي اخسر اولادي وبدي اخسر جوزي كمان. هون خسراني جوز بس اولادي، بس اذا رجعت على سوريا بدي اخسر الاثنين. خسرت اولادي ما في علاج بسوريا، وخسرت جوزي راح على الجيش، واللي عم بيروح على الجيش مو تحت الست سبع سنين عم بيتسرح، يعني خسران على حالتي. لا ببقى هون وبشتغل اي شيء، ما فيني ارجع على سوريا نهائيا، صعب. ايش مثل ربعنا العايشين غال، بس ما في امداديات. والله اخاف ولا شنو، والله صار الخوف وين ما اروح احس مرافقني، يعني صارت عندي عقده نفسيه يئست من الحياه، يعني هالحستين اني شبه عايش، قلبي ميت ميت، قلب ميت، بلكن عايشه كرامه لاولادي هذولا بس. عيشه مثل ما بدي احسها صارت مستحيله، العيشه مستحيله مثل ما بدي اني احسها مستحيله،
أحس حالي راح أظل لاجئة بهالخيمة وساكتة. أحس الرجعة على سوريا صعبة علي، وأحس حالي إنه راح أظل بهالخيمة وخلاص، إلا إنه يا رب يشيلونا ويكبونا زاد هذا ما حد يعرف شو مغبيت له الإنسان.